يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نتكلم معكم عن المانر لوسز. المانر لوسز هي اللوسز اللي ناتجة من إيش؟ من الفيتينجز أو من الوصلات. يعني مثلا المثال هذا جبت لكم من الكتاب، عندك خط ماشي من الريزرفوار هذا إلى الريزرفوار هذا، ولاحظ حتكون عندك الوصلات التالية، عندك الفتحة هذه أو الانترنس هذا، عندك لوس هنا، عندك الكوع هذا أو البند هذا، this is a loss، هذا بيسبب لي أيضا loss. ايضا عندك الاكزيت هنا بيكون عندك فيه لوس. هذه يا شباب يسمونها الماينر لوسز. نجي نطالع مثلا عند الالت هنا، مثلا كيف بيكون شكله هذا الالت زي ما انتم شايفين. واتوقع تكلمنا زمان في بدايه الشابتر انه عمليه الدخول اذا ما كان الزاويه هذه منعمه جيدا يصير عندك ايش؟ الفورتسيس او عدم التواصل، او يسمونها الديتاتشمنت اللي هو ينفصل السريان وبعدين يرجع يشبك مره ثانيه، وهذا زي ما انتم شايفين يسبب دوامات. إذا سبب دوامات يسبب إيش؟ على طول باي تيربلنت فلو وفقدان في الانرجي. إذا جينا هنا نطالع مثلا عند الالبو هذا، الرسمة هذه تبين أيضا نفس الظاهرة، أن الفلويد يجي طاير من هنا وبسبب شدة الالبو ما يقدر يواصل أنه يعني بنفس اللفة، أوكي؟ فيصير عندك نوع من السيركوليشن هنا يسمونها سيبريشن زون. نفس الشيء سيبريشن زون يعني في دوامات، دوامات في اضطراب يعني في ايش؟ يعني في لص في الطاقة. وبالتالي الآن أصبح الهيد لص اللي تقيسه من بوينت 1 إلى بوينت 2 في الحسابات لم يعد فقط هو الميجر لص اللي هو الفريكشن فاكتور في طول الأنبوب على الديامتر في مربع السرعة على 2G، تذكرون هذه تكلمنا فيها كثير صح ولا لا؟ أوكي، الآن أصبح عندك حاجة ثانية اللي هو الميجر لوس السابق وايضا الماينر لوسز الجديده هذه، بحيث انه اذا صار عندك خط زي كذا سريان ضخم وعندك فيتنجز كثيره وعندك ديامترز مختلفه زي ما انا حطيت المثال هذا اللي خليت القطعه هذه ديامتر حقها دي 1 وهذه دي 2 وهذا دي 3، يصبح الهيد لوس يا شباب مكون من جزئين، جزء خاص بالميجر لوس اللي كنا ندربكم عليه وجزء خاص بالكومبوننتس. ولاحظوا الان احنا استخدمنا عمليه ايش؟ السيجما هنا. ليش؟ لانه خلني اكبر شويه، الان اصبح عندك ثلاثه اطوال 3 لينكس، 60 متر هنا وعندك 7 متر هنا وعندك 130 متر. وانا افترضت الان ان هذا له ديامتر خاص فيه وهذا ديامتر خاص فيه وهذا ديامتر خاص فيه، معناته حتسوي الحسابات على ثلاث مرات، تجيب الفريكشن فاكتور الخاص بالقطعه هذه، اوكي؟ وتجيب بعدين الفريكشن فاكتور الخاص بالقطعه هذه الثانيه، وتجيب الفريكشن فاكتور الخاص بالقطعه الثالثه، وتطبق القانون هذا وتحسب ايش؟ الميجر لوسز. بعدين ترجع مره ثانيه، انا بس اصغر شويه، ترجع للكومبوننت، شوف كم عدد الكومبوننت اللي عندك؟ والله اقل شيء عندك مدخل انترنس، فكون عندك لص خاص فيه. طيب كيف اقيس اللص هذا؟ قال لك شوف الهيد لص حق المدخل هنا هو بي سكويرد على 2G، اوكي، مضروبا في معامل اللص، اوكي، كوفيشنت اوف لص. الكوفيشنت اوف لص هذا انت اقراه من الجداول، بوري كلام بعد شويه، تمام؟ عندك مثلا هنا كوع وهنا كوع، هنا البو وهنا البو، برضو في جدول تقرا منه الداتا هذه. وعندك هنا في اكزيت ايضا له كوفيشنت لص خاص فيه. فالان التحدي وين هو؟ انك تقرا الكي هنا بدقه، والبقيه سهل جدا. يعني الماينر لوسز ما هي صعبه زي الميجر لوسز، الميجر لوسز هي اللي تستهلك منك وقت في حساب الفلوسيتي ثم رينولدز نمبر ثم دخول مودي تشارت دايجرام ثم ايجاد الابسلون على الديامتر والقصه اللي انت عارفها عشان تجيب اخونا الفريكشن فاكتور. هنا ايش عليك؟ فقط ابغاك تعرف كيف تجيب الكي. من فين تجيب الكي؟ كل واحد منكم يا شباب عنده كتاب، والكتاب حيعطيك جدول، اوكي؟ الجدول هذا فيه انواع الفيتنجز، اوكي؟ طلابي او حتى الطلاب الثانيين اللي يدرسون من كتاب إلجر، هذا هو الجدول 10.5 وعنده الفيتنجز التاليه: بايب انترنس المدخل للبايب، اذا عندك كونتراكشن يعني واسع بعدين يضيق، اذا عندك اكسبانشن يعني يضيق وبعدين يتوسع، بعدين اذا عندك لفه زاويه عموديه زي كذا، او عندك لفه بند اللفة حقتها ناعمة، وبعدين إذا عندك الفالفز اللي هي الصمامات. نبدأ الآن أنا وياكم نرجع بخطوة خطوة لكل فيتنج هنا، لكل ديسكريبشن، ووريك كيف تقرأ اللوس كوفيشنت. نجي بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا البايب انترنس هنا، نكبر شوية شباب، أهو قال لك الهيدرس حيساوي اللوس كوفيشنت هذا اللي بتقرأه اللي هو حيساوي 0.5 هنا أو 0.12 أو 0.013.
بحسب الحالة اللي بوريك إياها الآن. تضربه في بي سكويرد على 2G. بي سكويرد هي السرعة حقة الفلويد داخل البايب. طيب كيف أجيب الكي انترس؟ قال والله طالع شوف هل في راوندينج هنا، تنعيمة هنا كويسة ولا ما في. إذا ما في يعني زاوية قائمة يعني بصفر، يعني الراديوس هنا ما موجود، فصفر على الديامتر بزيرو. زيرو يعني يكون اللوس كوفيشنت أعلى ما يمكن 0.5. طيب وإذا كان عندي والله شوي راديوس، يقال لك شوف إذا كان حدود 10% اللي هو 0.1 حاصل قسمة الراديوس على الديامتر حق الباب طلع لك 0.1، فينخفض اللوس كوفيشنت من 0.5 إلى 0.12. إذا والله حسدت التنعيمة إلى إن صارت 0.2 20% يعني فأكثر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نزلت أنت الآن اللوس كوفيشنت إلى 0.03. حتجينا الآن الكونتراكشنز، قال لك إذا أنت عندك كونتراكشن من D1 كبير إلى D2 صغير، فاللوس كوفيشنت أو الهيد لوس حق الفيتنج حيساوي K، وحنقراها أنا وياك حق الكونتراكشن، في V2 سكويرد على 2G. ركز معايا، ال V هنا حقت مين؟ حقت الداون ستريم يعني البايب الضيق، مش حقت البايب الواسع. هنا الترقيم شوف V2 سكويرد على 2G، بخلاف الإكسبانشن. شوف في الإكسبانشن الهدلس حيساوي المعامل أقراها وياك سواء في V1 سكويرد اللي هي السرعة أبستريم. أوكي يعني كلا السرعتين هي السرعة في البايب الضيق، بس في حالة الكونتراكشن البايب الضيق هو الداون ستريم اللي هو رقم 2، هنا في الإكسبانشن البايب الضيق هو إيش؟ الأبستريم اللي هو رقم 1. طيب نرجع للكونتراكشن يا شباب، أعطاني الزاوية هذه، الزاوية هذه يا شباب أعطاك حالتين، إما أنها تكون 60 درجة أو 180 درجة. معايا؟ سيبك من 60، خلني أشرح لك على 180 عشان ما أطول الفيديو. لما تكون الزاوية هذه 180 يعني الزاوية الفوقية هذه كم صارت؟ ب90. أوكي يعني كأنه ما يسمى sudden contraction، زاوية قائمة على طول من D1 دخل على D2 من دون أي تدرج زي كذا. طيب كيف تقرأ الكيسي حق الكونتراكشن؟ والله بحسب قسمة الديامتر داون ستريم هنا على الديامتر الأب ستريم. شوف مثلا إذا كان الديامتر داون ستريم اللي هو D2 اللي هو البايب الصغير هنا على D1 يساوي 0، إيش معنى الكلام ذا؟ يعني D1 هنا كبير جدا ما لا نهاية. وكيف يكون ما لا نهاية؟ أهو هو هذا اللي فوق اللي هو نفس قضية البايب انترنس، يعني كما لو كان هذا جاي من الريزرفوار، فاللوس كوفيشنت هنا بيكون 0.5، ولاحظ كيف طلع يساوي 0.5 اللي فوق هنا. قال لك بعدها إذا مثلا الديامتر الضيق هنا يساوي 20% من الواسع، فحتلاحظ أنه 0.49 يعني تناقص اللوس كوفيشنت. نجي بعد يا شباب إيش عندنا هنا؟ إذا صار D2 على D1 ب 40%، 60%، 80%، 90%، أهي تتغير اللوس كوفيشنت من 0.49 0.42 إلى أن يصبح 0.1. أوكي هذه طريقة القراءة. إذا أعطاك زاوية تأمل بنفس الطريقة، بس ما أنا أبغى أطول في الشرح. طيب أروح الآن أنا وياكم للإكسبانشن فيتنج هنا الآن. لما يكون عندك إكسبانشن من بايب ضيق إلى بايب واسع زي ما أنت شايف من D1 إلى D2، يكون الهيد لوس يساوي اللوس كوفيشنت في V1 سكويرد على 2G. زي ما ذكرت أنا سابقا أن الـ V1 هنا هي الـ upstream velocity اللي هي الـ velocity في البايب الضيق، ربعها تقسم على 2G بعدين تضربها في إيش؟ في اللوس كوفيشنت اللي بنجيبه أنا وياك من الجدول هذا، امشي نطالع فيها أنا وياك. تقرأ اللوس كوفيشنت الآن بدلالة حاجتين زي ما سوينا في الكونتراكشن، انه D1 على D2 وعندك يا العمود هذا او العمود هذا، هذا 20 درجة وهذا 180 درجة. زي ما قلت قبل شوية اني باخذ ابو 180 درجة، ليش؟ لانه 180 درجة معناته انه الزاوية هذه اللي فوق بكم؟ ب90. لما تكون 90 يعني كانه ايش؟ sudden expansion، يعني كان الخط هذا ماشي شباب لين هنا ونازل فجأة، خط هذا برضه اللي اسفل ماشي لين هنا وطالع فجأة، يعني كأنه بايب ضيق إلى بايب واسع على طول مباشرة من أين؟ من دون تدريج. طيب كيف ممكن نقرأ الإكزيت كوفيشنت؟ أهو أهم حاجة عندي أبوريك إياه، لما يقول لك D1 على D2، D1 هنا هو الديامتر الضيق على الديامتر الواسع، قال لك لما يكون صفر حتطلع اللوس كوفيشنت حق الإكزيت بواحد. كيف ممكن يكون صفر؟ والله يكون صفر لما D2 حتساوي إنفينيتي. كيف ممكن يكون في D2 إنفينيتي؟ يعني هذا إكزيت من بايب إلى ريزرفوار كبير جدا، أوكي فأصبح الديامتر هنا كبير جدا. فلاحظ الآن لما يكون عندك إكزيت من بايب إلى ريزرفوار اللوس كوفيشنت هنا بواحد،
بينما في الحالة السابقة هذه ودي أنكم تطالعون فيها، لما كان عندي دخول من انفينيتي ديامتر إلى ديامتر عادي كان أقصى شيء كم هو 0.5، فلاحظ دائما الإكزيت يكون اللص حقه أعلى. طيب هذه فقط النقطة اللي بغيت ننبه لها. بعد كذا لنفرض أنه قال لك أنه D1 على D2 ب 0.2.4.6.8 واتفر يعطيك إياها أو أنت تحسبها طبعا في الحل، تختار اللص كوفيشنت حق الإكزيت بناء على الأرقام اللي جاتك. افرض وأنت تسوي القسمة طلعت 0.3 مثلا، يعني تحاول انك تاخذ انتربوليشن ما بين النقطه هذه والنقطه هذه. لاحظ ان بالمناسبه نسيت اقول يمكن في بدايه الشرح انه القيم هذه كلها ترى اكسبيرمنتال يا شباب، جايبينها من الاكسبيرمنت، ما في شيء اسمه نظري. طيب يلا يا شباب نجي للنوع هذا اسمه 90 ديجري متر بند. يعني في احوال نادره يكون عندك صعوبه انك لازم تسوي اللفه بهذه الطريقه، اوكي؟ هذا هو الشكل قدرت اجيبه لكم من جوجل. قال لك انه اللوس كوفيشنت بيكون 1.1، ومثل هذه النوعيه قال لك without veins. الفينز هي عباره عن ريش تساعد في مرور السائل من دون ما يتدخل مع بعض البعض، لكن قال لك هذا من دون veins. متى تكون الفينز موجوده؟ في النوع الثاني اللي هو بند ولكنه ايش سموث، اوكي؟ لما يكون سموث قال لك الكي حق البند هنا يفرق بحسب ايش؟ بحسب الار على الدي اللي هو الراديوس حق اللفه على الديامتر الخاص بالبايب. كلما كبرت اللفه يعني كلما زاد الراديوس مقارنه بالديامتر تغيرت القيمه. طبعا خلوني اطالع وجهه، هو قال لك with veins الكي بي ب 0.2، اوكي؟ هذا لوحده. بعدين ما بين لي ايش هذه، هل في فينز ولا ما في فينز، اوكي؟ ولا علق عليها في الكتاب. انا الان ما ادري هل هنا في فينز ولا ما في فينز يا شباب. المهم التفاصيل هذه وين موجوده؟ في المرجع اللي جاء منه المعلومات اللي هو مرجع رقم 15 او 16 او 9. طبعا انا ماني فاضي اروح ادخل عليها وهذه من سوءات الكتاب، يعني ما هو دقيق. المهم قال لك اذا كان ار على الديامتر بواحد يكون اللوس كوفيشنت 0.35، اذا كان الراديوس على الديامتر باثنين يصير 0.19، بعدين 0.16، بعدين فجأة أنا كنت أتوقع أنه المفروض ينقص كلما كبرت اللفة وقدر السائل يأخذ اللفة براحته، كلما المفروض أنه نقص اللوس كوفيشنت، قام زاد لما صار R على D بأربعة، وزاد أكثر لما R على D بستة، وأكثر لما R على D بثمانية. في البداية شكيت في المعلومات، بس بعدين تذكرت يا شباب أنه مع ازدياد الـ R على D تكبر اللفة كذا ويصير عندك هيد لص من نوع ثاني، مش فقط اللص في البريشر، لا لص في الارتفاع دلتا زي ايضا، اوكي؟ فلعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب اللي خلى الكي بي اللص كوفيشنت هنا يتزايد مع لما تكبر اللفه. قال لك ثريدد بايب فيتنجز اللي هو الصمامات الفالفز، قال لما يكون عندك جلوب فالف هذا الشكل او الجلوب فالف عند ويكون وايد اوبن ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندك لص على كيفك اللي هو 10. لما يكون عندك انجل فالف هذا هو الانجل فايف وايد اوبن يكون اللص اقل بخمسة اضعاف بي سكويرد على 2G. لما يكون عندك جيت فالف هذا هو الجيت فالف في حالتين، وايد اوبن يصير 0.2، نص مفتوح بيصير ب 5.6. لما يكون عندك ريتين بنت يعني يوتر شايف كيف تمشي كذا يطلع لك ب 2.2، اوكي؟ لما يكون عندك حرف تي اوكي عندك حالتين، واحدة 0.4 واحدة 0.8. لما يكون عندك كوع زاوية ب 0.9، لما يكون عندك كوع مفتوح اللي هو 45 درجة يكون ب 0.4. كذا إن شاء الله أنت جاهز إنك إيش تحل المسألة وتقدر تقرأ الداتا من الجدول هذا. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.